قالت الأمم المتحدة إن العملية الجارية لإنقاذ الناقلة الصافر تسير بكفاءة وأن نقل النفط الخام منها إلى ناقلة جديدة سيبدأ قريباً. أوضح راسل جيكي مستشار الاتصالات المنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ديفيد غريزلي أن جهود الإنقاذ تقدمت بشكل جيد لتفريغ نفط صافر. أضاف جيكي نتوقع أن تبحر السفينة البديلة نوتيكا نوتيكيا من جيبوتي إلى موقع الناقلة صافر قريباً جداً لتستوعب النفط. بمجرد أن تبدأ، ستستغرق عملية النقل حوالي أسبوعين. وأشار المسؤول الأممي إلى أن إلى الناقلة إلى أن الناقلة صافر ستظل تشكل تهديداً بيئياً حتى بعد تفريغها من النفط وطالب بتبرعات إضافية لإكمال المهمة والتي تشمل إعادة تدوير الناقلة وربط السفينة الجديدة بساق المرساة.